خذ لك 450. انا خام يا اخوي، انا خامس مره هنا زين، ما عندي مشكله. الحين خذ لك 450 خلاص خلاص. يلا يا اخوي، انا مجاوب في القريه حبيبي طلال، الله يعطيك العافيه. كيف حالك؟ اشوف الطول ولا ضغط عادي، ما زعلت بس انا عندي كلمني باسلوب طيب. اي تفضل تفضل تفضل. لا راح انت الكبير والله، ولا اترك. اوكي يلا والله تسعد. كيف الحال؟ الله يبارك. اخباركم؟ مبسوطين؟ اختار لعبه يا مرجان. اختار اختار لعبه، اختار اختار اختار. الله 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 الله. هذه شلون؟ اول شيء روق. لا انا مروق مروق. صل على النبي. اللهم صل على. خليك ريلاكس. لا لا، المحترم الظاهر انه ما يمشي. كيف يعني؟ الظاهر انه ما يمشي مع الناس. تعبنا، خلينا نقدر ونحترم ونسكت يا اخوي. اوه انا همني لا هزيمه ولا فوز. همني انا عادي، خسرت في المطبخ قد خسرت قبلها كم مره. طيب لكن كل شيء له حد. لا اله الا الله. ولا 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 غازي مرحب. كيف الحال؟ مرجان امس شايفك محاور وحريص حركات، شايفكم والله حركات. ترى مروق. شلون اللعبة هذه؟ مروق يا راي. الكرتون ذاك حطه فوق. ايه فعلا فعلا والله غازي، بكثر ما عرف السجن خلاص. صار عضني أقوى وأكبر مكعب. فكر. إيش تبي؟ كم تبي؟ هو فا هو قد لعبها أصلاً. حتى أنا قد لعبت. إيه وأنت قد لعبت. كم تبي متوازي؟ كم تبي حلقة؟ كم تبي؟ والله من كثر ما تجي السجن ما شاء الله عليك. طيب آخر مرة كم سويتها؟ سوينا ستة. ستة؟ الحين أبي خلينا نفكر. أبي مكعب كبير 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 على زعلكم كذا. سوى سوى. نعم. التايمر بدأ. أنت تحاتي. كم تبي يا مرجان؟ أه؟ كم تبي مكعب؟ أبي أكبر مكعب، عطني أكبر مكعب. حط هذه كلها. لا علمنا عشان نطلع بشيء صورة واضحة. ندوات أبو مرجان حبيبي. مرجان عشان نطلع بصورة واضحة. أه؟ كم تبي ضلع؟ كم زاوية؟ كم كورة عندك؟ تبغى كل الكورة دي؟ إيه أبي كل الكورة. تبيها كلها؟ كلها إيه. طيب. إيه أنا. لك عمود يا. أبي. أبشر أبشر أبشر. إيه. كم البورصة اليوم؟ والله ما أدري يا مرجان. ما تدري؟ والله ما أدري. في عندك كيف يا صفرة؟ من الطبخ الكويس. هذا واضح إن الطبخ كويس. ايه ما هي مشكلة. ايش فيك زعلان طيب؟ روق. والله ماني بزعلان على الهزيمة، والله. والله بوسخت والله. والله ماني، انت داري اني اجيك دايم هنا واجيك مرة. خليك رايق يا اخي، مو عبد الله جريب نعرف اللي كذا بنفس. يا حبيبي والله يا اخوي ابو سعد. سلم عليه. سلم عليه. سلم عليه. توكا. كوكا يلا كوكا يلا. ادري انك تبي كوكا. اي انا ابي كوكا. يلا استرنا الله يسترك. استر البقال. يلا استر البقال. يلا لا 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 لا. قول كوكا. كوكا. قول يا بيريا. يا بيريا. قول يا بيريا. يا بيريا. يا بيريا هذه كلمتي الجديدة يعني. يا وجه الله. يا وجه الله. يا بيريا. يا بيريا. يا بيريا. خلاص الحين رايق. جدا جدا. الله كوكا. كوكا. فقط أمر الآن مع فقط. استر الله يستر. خش الثير خش الثير الثير. والله اقسم خش الثير حق استاذ الملك فهد. انت الان اوفر. ادري بس انت الان اوفر. لا اطيح انا اخوك. انت الان انا زعل. انا رجعت ازعل ثاني مره. افا ابي كوكا. رجعت تزعل؟ لا لا غازي كيف حالك؟ والله العظيم اخبارك؟ سالة طيب. كيف مشاعرك واحاسيسك؟ تمام. والله اني والله اني زعلت يا اخوي من زعلك يا اخوي. ما ودي انفجر انا يا اخوي، انا ماسك نفسي ما عاد بقى في البرنامج شيء، لاني اذا انفجرت هنا خربت الدعوه. مع نفسك خربت الدعوه. مع نفسك. والله لا والله العظيم قسم بالله. والله ما نقلب على الوجه الثاني. والله والله العظيم ان يندبوا الناس ان واجد. والله ما تسوي شيء. والله ما نفسك يا اخوي. ايش تخفي؟
انا مع المحزم المليان خوياني يا اخوي. انا وش دخل محزم المليان مع خوياني؟ مع خوياني احنا محزم المليان. انت محزم المليان انا مع خوياني. انت اخوياك يعني الاداره والاداد كلهم احنا عندنا محزم مليان. ايه استغفر الله العلي العظيم. ايش فيك كلامي ابو عجبك يا غازي؟ انا استغفرت ما قلت شيء. لا لا ابو عجبك خير. عطني عطني ذي. ليه انت بتركب عمود ولا خلصت تفكه وركب عمود ثاني؟ انا لا لا ما لازم يقولون الاسبوع اللي راح كنت تعبان مريض. ايوه مسكين تعبان. هات جوت مسكين. ليش؟ سلامات. اكثر واحد يمرض غازي فزد رصيدك سبعه. ما بيستاهل والله ابراهيم. والله يا اخي تعصب نفسك. خربتوا فرحتنا. اقرا خربتوا فرحتنا يا اخوي. اقرا على نفسك. الكيكه وخربتوا فرحتنا في الشيله. يا اخوي لا تجلس تعاتب ولا تجلس تسوي لي زعلان. انا هنا في فقره توقيف سجن. طيب سلم عليك. يعني وش تنسجن؟ وعليها تنضرب وعليها تزعل وبكيف يعني تنبسط ولا ما تنبسط؟ هذا كيف يعني؟ اللي يضربني من انا اضربك. انت تضربني ما اقدر اقول شيء. انت سجال. اي طرطه واي كيكه واي شيء يخرب شيلات. راح سلم عليك. سلم يسلم عليك. اي شيء انا سلم. اي شيء سلم. الله 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 الله. ايش الكعبه؟ هذا محراب مسجد ذا. هذه سجادة صلاة. سجادة. الله الله يقول هادته. الله 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 الله. بالله عجبك؟ والله مو بادرات عاجبه. اعوذ بالله منك. اعوذ بالله منك. يقول مبادرات. شوف تعال تعال اسمع يا ابو سعد. اعوذ بالله منك يا ابليس. لازم يكون زاوية. اعوذ بالله منك يا ابليس. كيف زاوية؟ زاوية عاد شوف لو قلت لك كيف خلاص عرفت اللعبة. يعني كيف زاوية؟ زاوية هنا؟ ما ادري عاد شوف. هذه زاوية. طيب انا اليوم ما بعطيكم رصيد. طيب كيف زاوية؟ ابغى احقدها. طيب علمني عشان اسوي زاوية. طيب كيف زاويتك؟ لو قلت لك كيف تسويها؟ تلف يعني؟ لحظة. لا يا اخي مكعب وفي زوايات يا اخي. وهذا كيف؟ لا هذا ما في زوايات. وش ذا مو مكعب ذا؟ لا مو مكعب. وش هو؟ ما ادري وش هو ذا. ما ادري قال بدري هو. طقطق على الرجال. والله ما ترى والله العظيم ماني برايق رجال. والله ما علي فيكم انا رجال. الاول سوي لي مكعب بزوايات. انا قاعد هنا والوقت باقي موجود. مكعب؟ اي خمس دقائق. لحظة لحظة عبد الله. سلم علي. سلم علي. يا زلمة سلم علي. المكعب وش يقرب للمعين؟ هو اخو المعين؟ المكعب يقرب لاخو المعين. عرفت اخو المعين؟ انت زعلان الحين؟ اعوذ بالله منك يا ابليس. والله ماني زعلان عليك. زعلان على مين؟ يعني انت تزعل في المطبخ وتيجي تحط زعلتك هنا؟ لا والله خلاص انسى المطبخ. يلا ايه يلا يعني بس. قل لي طهبل طهبل. قل لي استانس استانس. قل انا ما انبسط لين اشوفه. ايه ها ايه. قل سلم عليه. سلم عليه. سلم علي سلم علي سلم علي يا عيني يا عيني. خالد ما في مبادرة شيء. اشوفك جالس. ها يا حبيبي يلا. هذا مكعب. هذا مكعب معين. ارفع ارفع كذا بالله. توبه توبه. شو رايك بالمكعب؟ كنت احبك تاني. توبه توبه. طب انا بسالك سؤال وانت بضميرك يعجبك هذا ال وبعدها توبه. لانك انت اللي مسويها. توبه. طبعا انا ما سويت. توبه هذا مستطيل هذا. توبه توبة. طيب ايش تبي؟ علمني اللي تبي الشكل وانا اسوي لك. انا ابو مكعب. وهذا مكعب المستطيل. هو مكعب لا بزوايات. وين الزوايات؟ وهذا ايش؟ مشكلة النص اللي بلاش استعباط. الزوايا شوف الزوايا اللي تحت تختلف عن اللي فوق. طيب كيف اسوي كور قليل؟ وش اسوي؟ ابوها كلها سوا. لا نوع ولا خير وجدار مكسور. زوايات سوا يا ابوها. وزمان مبروك. وكيك تم اكلنا منها. اللهم طول. والدجاج ما استوت. مدرس وما تعرف. اللهم طولك يا روح. مدرس وما تعرف. خلاص يكفي ثمان كور. ايه مرجان طقطق عليه شوي. اضغط طقطق على مين؟ اضغط شوي. والله انا قاعد اتعامل معاه بنظام اللعبه. يبغى يرفع ضغطي بيزعل مع نفسه. توبه 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 ان كنت ححب. ثلاث دقايق. توبه توبه
توبة كنت ححبك تاني توبة. مضبوط. ايوه مضبوط. والله يعني ها. قل ايه قل الله يسعدك. نوعا ما. قل الله يسعدك. نوعا ما في 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 غلطة واحدة. مش هي؟ ركز. ركز ولا افكر؟ غازي. غازي. شف. شفت كيف؟ أعوذ بالله منك. شفت يا يا أخي سبحان الله يلوموني في ذكائي. إيه ذكي أنت؟ ما أدري. أقول خلصني خلني أروح أشب النار وزين قهوتي. بعدين أنت أنت المستشار حق المبذر صح؟ الله يسر أمره. ترى مركاد سوى لنا زحمة. والله؟ إيه. أنا يومين ثلاثة أيام. نولع فيه؟ ولع فيه. طيب تدري اني من امس متوهق ولا ما تدري؟ متوهق معناه كسرت جدار. كسرت جدار انا عارف. كسرت جدار بالخطا. ووهقت خوي عبد القادر هو ما له شغل. بيجيك بنسوي برايم عشانك. سو بس لا ما له شغل عبد القادر. ما له انت بس الوحيد اللي في البرايم. ما له شغل. اي انت بتكون الوحيد في البرايم. قل اطلع وبس. ليش؟ قل اطلع. انت وضميرك اسئله جاوب جاوب تقعد. يا رجال. انا ما اظن ايش فيك انت؟ وعقبها دجاجة ما نجحت ما طبخت صح وعقبها كيكة ما كليناها يلا يا سلام يا أخي المكعب اللي أعرفه يكون له ست رؤوس هذا من هو اللي طول اللي علمك ذا من هو هذا فاشل في الرياضيات يا طول بالك يا خالد الشيباني اللي قاعد يشوف المعين المطلع الأضلاع المربع اللي إلى أربعة المربع ذا أنت وش تخصصك في التعليم متوازي الأضلاع يجي دقيقة وش تخصصك؟ وش دخلت هاي؟ أحياء. وش عرفت في الرياضيات؟ أحياء ولا أموت؟ معلومات أبجدية دي بسيطة يعني ما يبي لها معرفة. والله يعني أنت عارف يعني. إيه. وإحنا ما نعرف. ما أدري عنكم. تقول لي مربع ست روس، كيف مربع يجي لي ست روس؟ أنا أبغاه كذا طيب. عاجبك؟ لا إذا تبغاه كذا أشوف لك كراسة. ها؟ شوف لك كراسة أرسم فيها. لا تنرفزني. مرجان. إي ترى أنا منرفز كذا يعني إذا تنرفزت بصير مشكلة كذا طيب انا باقي ما تنرفزت لا تنرفزني طيب مرجان حبيبي لا تكفى فهم مرجان خلنا شوف حاول فكر فكر ايش شوف قم تصلح قم شوف في غلط والله في شيء والله اجزاء قم تكفى ترى الرصيد لو فاز بيروح له اخو نور ما فيه قم شوف يلا انت ايش تبي الحين علمني ابي الرصيد كم سبع ثواني ايش تبي ايش تبي ايش تبي علمني ابي مكعب كويس كذا بستة طيب هذا مكعب ها؟ هذا مكعب هذا مكعب الرصيد كم؟ انت بمكعب؟ وقف الوقت وقف انت الوقت هذا مكعب كم البارصة؟ والله ما ادري والله 900 يا الله وجهك 900 ما بخسارة ان شاء الله لا راحت عليكم اخو نور اي والله زحلطة لا والله هذا مو مكعب والله مكعب يا اخي لا مكعب ابغاه من ستة شلون من ستة؟ من ستة روس يو ليه في ما في مكعب من ستة؟ إلا فيه المكعب يجيك رباعي أنت ما درست رياضيات أنا لا دارس رياضيات لا يا أخوي في ثغرس متخاوي أنا وياه في آخر سفرة لا تعال حط نظام اللعبة وتعال وش مني فائدة لا هنا. والله لا ها؟ لا محشور وش رأيك؟ لا أنا رأيي إنها ما عجبتني شلون ما عجبتني؟ وبصراحة ما مو مو لا لا مو المطلوب هو شو اسمه مضلع شو اسمه؟ مكعب يجي كذا شفت انك انت بعارف شوف يجي كذا يجي مستطيل مع مربع مستطيل مع مربع لا ما المهم هذا المكعب شوف لا هذا مو مكعب معلش يؤسفني هذا شغل يعني شوف ما ادري على قولك سجادة طيب. تقول طيب لا هذا 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 مكعب ها هذا مكعب هذا مو مكعب هذا مو مكعب يا ورجال ترى ما صدقت على الله اروق اعطني فلوسي انا ورجال ما في فلوس خلاص زحلط عليك لا وش زحلط يومكم سعيد وعسل لا وبالانبثاق يلا انت عطنا ثاني خساره عطنا ثاني ها عطنا ثاني ايش غير المكعب الوقت انتهى خلاص شو نسوي؟ عطنا الثاني مره والله مكعب سهل والله من ست روس سهل
مكعب من ست رؤوس؟ اي أيوة والله سهل. خله انت ما قلت ست رؤوس وشي. وش قلت؟ انت قلت سوي لي عب الكور كله، عبيت الكور كله. ايوه الكور كله عبيته كله بست رؤوس. ما قلت لي ست رؤوس، قلت بعدين في خطا طلعت الكور دي اربع وهنا خمس، شلت أيوة واحده وسويتها كذا. وكلها طيب وهذه باقي واحده هنا. انت قلت شيل باقي واحده، في خطا لازم لا يكون متوازي. لا انا ما قلت لك في خطا، تاكد. يعني خسرانين؟ تبغى انا اسويه انا؟ اي يلا سوي. تبغى انا اسويه؟ ايوه ابشر. تبشر بخير؟ لا بسوي بسوي. والله سوي. لا لا بسوي. والله سوي. والله ابشر. صل على الله. اللهم صل عليه. والله سويه. تبي مثلث؟ لا خلاص. مثلث بالمندي؟ انا اوريكم مكعب عشان لا تقولون ظلمتكم ولا تقولون اي حاجه. ايش تبي الحين؟ انا تبغى انا اسويه. الان ايش تبي؟ والله سويه. ايش تبي ايش تبي؟ لان انا بصراحه تبي نرفزت العين. لا لا ما زعلت. يعني انت اللي تنرفزت الحين؟ اي سلم عليه. سلم عليه. طيب ايش تبي يا حبيبي؟ لا والله شوف والله يا شباب انه هذا مو المكعب اللي انا ابغاه. طيب ايش تبي بس؟ ولا الصح. تبغون اصلح لكم انا؟ لا 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 انا بصلح. ابشر والله. ايش تبي يا قلبي؟ خلاص انتهت اللعبه. انتهى الوقت. يعطيك العافيه. شكرا لكم. بيض الله وجهك. صحيح. ها؟ لا غير صحيح. سوينا مكعب اللي تبي، خلي عبد الله عبد الله. سوينا مكعب اللي تبي. طيب ابشر. 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 ابشر بس ساعدني دقيقه. صل على النبي. بالله يا ابو عابد اصبر. صل على النبي. بسويها انا وبعدين على كيف. لا يا ابن حلال. صح يا اخي. اربع كور تربطها مع بعض. صل على النبي. صل على النبي. ايوه تسوي مربع. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. وش الفرق بين مربع كثره ثاني؟ صل على النبي. سوي مربع فوق تربطهم مع بعض. ايوه صل على النبي. مرجان ترى احنا ما نعرف مسحك من جدك. انت تقول والله بجد تكلم. انا اعلمك تسوي المربع. انت قلت لي سوي الكور كله سويته كله. وش تبي يعني؟ ايوه انا بعطيك حبه حبه الحين. لحظه لحظه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اربعه. شوف مربع بعدين تسوي مربع ثاني واربطهم مع بعض. ما قلت لنا كذا انت؟ طيب هذا هو المكعب يا جماعه. انت ما قلت لنا كذا. انت الوقت انا قايل لكم مكعب. طيب اعطيكم بعد اساسيات اللعب واصلح لكم اللعبه واعلمكم واخذ الدرجات انا واروح. لا 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 خلاص والله جد هذا اللي تبغاه انت. انت واستاذ عبد الله. طيب تحطه في ذمتك؟ اي حطه في ذمتك. لا 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 خلاص. لا لا خلاص شكرا. لحظه لحظه رصيد يا ولد. ايش تبي نسوي؟ تعال غازي خلاص. والله ما تطلع. خلاص انا اخوك الكبير وحاضر عليك. والله ما تطلع. خلاص انا حالف بالله ما تطلع. تعال وش تبينا نسوي الحين؟ خلاص والله انتهى الوقت. لا ما يصير يعني. والله انتهى الوقت. اسالك بالله يا ابو. اي والله عبد الله. يا مرجان اسالك بالله. انا في حبس الرصيد. والله اسالك بالله. والله جد اسالك بالله. والله اقسم بالله انه قايل لا دائما تسويها وتعيد التايمر. لا انا وش قايل لكم؟ قايل لكم طيب يلا بنلعب من جديد. صل على النبي. بنلعب من جديد. والله انا قايل لكم لا لا يا اخوي سوينا الشيء اللي انت تبيه. وعده لكم مربع والمربع ثاني وتربطها مع بعض وانحلت السالفه. طيب نسوي غير يعني تبغى انا اقول لك كذا؟ خلاص اللعبه انحلت. لا او عطنا لعبه ثانيه خير. يلا صل على النبي. صل على النبي. في نهايه البرنامج خلنا نذكرك بخير يا ابو. والله اني انا والله لو ايه لو ايه شوف لو اني ظلمت احد فيكم يا ما شوف 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 لا تعرف على الامور هذه. انا لا 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 فعلا يعني انا حبيبي صل على النبي. صل على النبي. نبي نعيد اللعبه ولا تشوفنا لعبه ثانيه؟ يلا والله ما هذا مو بيدي. خلاص انتهى الوقت. الوقت شلون انتهى الوقت؟ الوقت مو بيدي والله يا عبد الله. ما يصير. شلون انتهى الوقت يا ابو؟ انتهى الوقت. لا لا ما يصير يا نايف يا كنترول. ما يصير يا اخوي والله جدا. لا ما يصير يا ابو. ما يصير ما يصير ما يصير يا ابو. يا مرجان والله انتهى الوقت. ترى غالي والله. انا انتم اغلى خلاص خلاص سوينا بس هذا وقت. انا وش ذنبي في الوقت؟ سوينا المكعب وطلبت منكم مكعبات وبعدين تبغى الدرجات قاعد لي منسدح. لا ما انا منسدح. الرجال يشتغل ولا خلاص والله انا ما قصر واشتغل. اي تجي لعبتي احنا لعبتين. هي لعبه هي هذا. لا مرات تجيبني هنا ولا خلص خوي تقول يلا تعال سوا من جديد انت الثاني. يا غازي في ذمتك اللي يفوز لو واحد هنا مو يشيل الاثنين. كيف؟ اللي يفوز لو فزت الحين صلحته. انا فزت. كان بتشيله الاثنين ولا لا؟ شلت يعتبر لي الدرجة. صح ولا لا؟ طيب انا فزت. خلاص. طيب فاز. انا فزت. ما فزت الحين. ليش ما فزت؟ لان هذا مو مكعب.
المكعب الاول اللي طلبته منكم. وش اللي طلبته؟ وش اللي طلبته؟ مكعب. مكعب ما انت ما قلت لي مكعب، قلت حط الكور كله. اي كور سويت الكور كله. قلت مكعب ولا لا؟ سوينا مكعب. سوينا مكعب، انت كيف تبغى المكعب؟ المكعب انت فاهم خطا. هذا مو مكعب. وش ذا؟ هذا مستطيل. المكعب وش المستطيل؟ ويش انت تبغى؟ ارجع تاكد من المكعب كيف وتعال اتكلم معايا. لا خالد تفهم معي. والله صراحه انت مكعب كيف؟ انت كيف تتكلم؟ صراحه انا الان ملحس يعني، صراحه ماني فاهم وش المطلوب. مكعب كيف؟ يا مرجان صل على النبي. اللهم صل على. خلاص خلاص يلا يلا وش تبي بس الحين علم. تعال وانا اعلم كيف؟ لا لا وش اعلم؟ والله جد سوي لي اربعه في اربعه وشوف كيف يطلع لك. يلا بنسوي اربعه في اربعه؟ ايه اربعه في اربعه. وش اربعه؟ سوي لي اربعه مربع، سوي لي مربع ايوه وتحط مربع ثاني تشبكه مع بعض شوف كيف يطلع لك. طيب صل على النبي. شبكه من فوق ومن تحت. صل على شوف كيف يطلع صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. انا شوف بخلص الفقره واروح. تعال العب وجرب. لا 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 صل على النبي خلاص ولا انا بطلع وتعال جرب يا خالد. طيب صل على النبي يا خلاص خلاص خل الله اعلم الله اعلم. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. بس بسويها الحين. خل عنك 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 سوي. يقول لك شيء ترى ما يضيع شيء عند الله. هذا مربع. يلا انت تقول مربعات. سوي مربع ثاني. سم ابشر ابشر. يلا يا اخي الواحد صل على النبي يا رب. صل على النبي. يلا طيب من اول كان خذ عمو الثاني مو بلازم. طبعك والله من اول كان هلا. السلام عليك. يوم بغيت تعرف الحين بغيت تلعب. يوم الوقت ما قاعد لي هنا مسادح لي. رجع لي اشتغل يا اخو. وليه ما علمته طيب؟ من حقه من حقه. محاولة له ومحاولة لي. لا 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 محاولتنا واحدة ايش فيك؟ صل على النبي. انا الوقت اخلص انا الوقت امشي على الوقت. صل على النبي. انا امري ما احط وقتين احط وقت واحد. صل على النبي تعوذ من ابليس. سلم عليه. يا صل. اللهم صل عليه وسلم. انت ما ودك تتطوع انت وياه في عمل لين يجيكم؟ يلا باقي بين هذا عمود. يلا متى تخلص انت ال 40 مليون يا ابو سعد؟ بغيتنا نروح. لا 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 والله ما ابيك. على خشمي خلاص خلاص خلينا. صل على النبي. واقفين معه. لا يا رجال وقف بس امزح معك. خلي ياخذ راح راح عجب راح انهم بيظبطوني. يا رجال بتروح ما تشوف شر. الواحد ما عاد يمزح. اقعد اقعد انت وياه شجعوني. احنا قاعدين عشانك. سبع عينك امزح معكم يا رجال. يا اخي سوي بنفس حجم هذا. منين اجيب حدايد نفس حجم؟ شوف دواء عندك عندك ها. ما في ما في ما هي ما هي نفس مقاسها. نفس مقاسها يا قاسي نفس مقاسها. خل انا عمى خلهم يعني. يلا ما هي نفس شغله تعجيز. ما في شغل تعجيز. سووها متسابقين هنا والله ما في مشكله. هذا حط نفس مقاس فوق. حط نفس مقاس فوق. هنا؟ لا اربطها. اي قصدك هنا يعني يكون. اي. يا سلام. ابشر ابشر. لا لا ما يحتاج تفك رجع رجع. اي. جيب اعمده و خلاص. يا سلام ايوه. يا سلام. حطه
انا اقول لك مكعب ركبت لي كل شيء مع بعض. لحظة لا 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 ثواني بس ثواني. لحظة هاك هاك ما يحتاج خلاص هذا مكعب يا قلبي. سم هذا المكعب من جدك؟ لا لا والله هذا مو مكعب. وش المكعب؟ انت راضي عن نفسك. وش المكعب؟ لا والله هذا مو مكعب. وش المكعب طيب؟ شوف هي كم زاوية؟ أربع دي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لحظة واحد اثنين. متى مكعب صار ثمانية زوايا؟ كيف تبغى مكعب يجي زوايا؟ أربعة. أربعة؟ أوه. يعني مربع. أنا قايل لك مربع بعدين مربع. صلى على النبي صلى على النبي. دقيقة. شوف دائما المتنرفز ها؟ ماله. والله ما راح يجيب شيء. ماله طيب. ولا راح يركز. ماله. طيب. والله. والله أنا دائما ما عليه. تفضل. يا سلام. هو صح عليك إيه صح. بس خذ الأعمدة نفس المقاسات والله وموجودة عندك. طيب صلى على نفس المقاسات إيه الأربعة اللي تحت كلها نفس كلها نفس المقاسات كلها نفس المقاسات. لحظة يا قلبي لا مي نفس المقاسات. لا لا من البارح ما من البارح ما متى مضبوط؟ لا لا في بلا في مشكله متى مضبوط؟ فيه لا في سحر في بلا تضحك. اقول لك كاسر جدار امس شايلات شوفه ما اقول لك انا ما خصم علي اقول لك انا حتى لك يلا هاكل خلاص العيال اسمع حق اليوم راحت مع الكسرة الجزاء لا ان شاء الله يلا ما بهالجزء. خالد كيف حالك؟ تحبت تعال باللي عندي فهمت اللعبة؟ والله إلى الحين ما فهمت صراحة ما فهم يا رجال المكعب كم زاوية يا خالد؟ ها؟ المكعب 17 مكعب ولا مربع؟ مكعب أنت مرة تقول مربع مرة تقول مكعب ها؟ ها حتى خالد ألحس مخه خالد اللي ما يلحس مخه المتطوع لا والله يلحس سلم عليه يا صدق ها؟ كم زاوية؟ ها؟ ما أدري صراحة ها؟ سم يا سلام اخيرا انا كنت ابغى كذا خلاص وتزود هذا هذا ترى شغلي وتزود عليه لا لا خلاص والله يعني سهله جدا شغلي انا وياها انا الحمد لله حبيت اني اقنع ضميري اعطه رصيد وقلبي ما هو رصيد ما هو الحمد لله اني ارتحت العين الضمير ايه. الحمد لله اني ما ظلمتكم ايه بيض الله وجهك الحمد لله شاهدين ايه. ما ظلمتكم الحمد بيض لله بيض الله وجهك بس يسعفني امسك سم الوقت قد انتهى من اول بس هذا عشان اثبت لكم واقنع لكم وابين لكم ان هذه اللعبه وانتم تقولون انا ظلمتكم يعطيكم العافيه شكرا لكم الله يعطيكم العافيه بيض الله وجهك شكرا لكم الله خير خلاص أهم شيء يعني كذا بكرة إذا طلعت اللعبة سوي زي كذا أهم شيء الجمهور والمتابع اقتنع أشغل سيارة أمي عليك الله يسعدك أقول أنا ما نبطل على برصيد والله أقول لك صل على النبي صل على النبي صل على النبي لي رصيد والرفيق رصيد خل الدعوات غازي طالع يا لا 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 ما عليه ما عليه المهم بروح أبشره الحين غازي طالع لا ما طلع يا رجال الرصيد لي والله أنا أخوي. والله قسم بالله يا عبد الله بيض الله وجهك خلاص انتهى الكلام صل على النبي انتهى الكلام رصيد لي انا ورجال خلاص انتهى الكلام اي رصيد لي خلاص. لي انا وياه كم لي وكم له 400 كل واحد كم تطلع كم تطلع كل واحد كم تطلع خلاص ما انت برايح والله العظيم انت ما تطلع عليهم الا برصيد والله العظيم ما خلاص. تطلع الا برصيد ولا والله العظيم قد اخرب بالامور كلها بيض الله وجهك خلاص اعطانا رصيد كم لي والرفيق لا انا ما اعطيتك لا تقولني حاجه قلت لا تقول شيء وانا ما قلت في يوتيوب ابشر ابشر خلها خلاص يعطيكم العافيه الوقت انتهى والله لو في وقت بعطيك طيب كم الرصيد رصيدنا كم معك والله رصيد رجال صل على النبي بدايه اسبوع اول من ابليس يا رجال اول من ابليس تعال من ابليس نهايه البرنامج وخل ختامها من اللي جابك ها من اللي جابك جابني وين ترى شلون من جابني من جابك جابني الجدار السجن صح؟ جابني الجدار يا اخوي شوف يا حبيبي جابني ارادة الله يا اخوي ها المكعب يا حبيبي يتكون من ستة
حصة الرياضيات بستة ستة دوايات طيب اللي اول قلت ذا صح وقف لحظة عبد الله اللي سوينا ذا صح اللي اربع اللي الحين سويناه صح اللي الاخير ايوه ايه طيب ذا مو من ست هذا ثمان لا انا لو باقي مربع ثاني لو زودوه عليه يصير 10 لا كيف يجي 6 لا 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 صل على النبي لا صل على النبي اسال جابر سأل ورجال يا حبيبي انت مشكلتك تاخذ معلومات من هنا جابر بالله كم زاويه صل على النبي يقول يقول المكعب كم زاويه لا كم الرصيد بس 900 اي كم اعطيه مكعب فيه 8 زوايا ولا ريال يقول 6 زوايا كيف يطلع 6 الوقت والله انت يا عبد الله اي والله طيب هو له محاوله وانا لي محاوله والفوز يشمل ستة اوجو طيب انا انا يا حبيبي ايش اوجو هذه حبيبي حبيبي قصدك ستة اوجو يدل انك وزن خطا اذا ما تعرفوني ستة اوجو يا شباب هذه لعبه يعني اقعد اشرح لكم خلاص طيب 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 صلحت ولو مرجان مرجان انا مرجان لازم احقق قضيه مرجان انت تقول ستة اظلم مرجان انا ليش ستة اوجو ليش يا خلاص اجي اعطيك مسابقه خلاص حلنا طيب خلاص خلصنا او انت تقول ستة اظلم هو له محاوله لي محاوله والله الوقت لا ما في شيء اسمه دايم ستة اوجا ثمان كوار دايم تعطينا التايمر ثاني مرة علشان المحاولة والله ما قد اعطيت الوقت مرة ثانية الله انك تعطيه اعطي لعبة ثانية اذا الوقت باقي اعطني لعبة ثانية اذا الوقت باقي اعطني لعبة ثانية انت الوقت لا ما شو لا ايوه قل لي انا ابي اقفلها ايوه قل ابي اقفلها ها اقفل قل لي اللي في الربيز يقول يبي يقفلها وانا اقول لك اوكي ما عندي مشكلة الوقت الوقت نايف هو ابن جلاوي سوينا قبل مربع الوقت وش قلنا والله ما طلع كلها والله ما طلع مربع الكور كله يقول لي مكعب صل على النبي خلاص انا بطلع وعندك يا مرجان الله يرحم والدي والله لو عندي شيء يا اخي مرجان ما عندي شيء يا قلبي والله ما في مرجان اسمع من هنا ما عندي شيء لا يقدح من راسه والله يقدح شوف بيقدح الحين الله يعطيك يقدح شكرا لكم مرجان مع السلامه مرجان الله يعطيك بالعافيه خلاص كل واحد مرجان والله والله الوقت لو ما انت والله لا اعطيك 20 محاوله لا لا الناس يعني في آخر البرنامج يا مرجان ايش اسوي انا العب وفوز لا ضل العب وفوز دقيقه 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 صل على النبي اللهم صل على النبي لا تروح الا معطينا رصيد ها لا تروح الا معطينا رصيد وانا اخوك والله الوقت انتهى لو الوقت بيدي اعطيك رصيدين على طول اسالك بالله قسم بالله يوم توقف قدام الله يوم القيامه لنا حق ولا ما لنا حق اسالك بالله الوالي انت واللي في الاربيز هناك اللي تكلم اسالك والله بالله العظيم من اسالك بالله في يوم القيامه يا عبد الله يوم والله العظيم الله والله العظيم من مرجان بيعطينا الدرجه بس المشكله أسألك في الاربيز بالله انت واللي والله في الاربيز انت مو من مرجان انت واللي في الاربيز اسالك بالله ايوه في يوم القيامه لو وقفت قدام الله شوف ها اسالك بالله العظيم اقسم بالله مو من مرجان وانك تدري انه صح بس المشكله في الاربيز لا لا وانا اخوك عرفت انت واللي في الاربيز اللي اسمع هناك ولا اللي بصلح قصيدكم لا ما في والمتابعين قدامك يا ابو يا ابو يا مرجان يا حبيبي انا عايز اقدرك انا ما ابغى ولك غلا عندي الوقت قدامك انت مرجان احنا ندخل السجن كذا مره فانا اتمنى انك تتصرف التصرف الصحيح والله لو سوينا 20 واحد اللي يقول وتعطينا الرصيد المشكله مو من مرجان لا احنا انا يا واحد ما بي مشاكل مرجان الوقت انتهى مرجان بقول لك حاجه مرجان ذمتك انا مرجان بعطيك مرجان الوقت يكون موجود طيب ولا لا طيب مرجان بقول لك حاجه اللي في الاربيز مرجان في مرجان بقول لك حاجه ترى في ناس تتابع نعم انا ما بهم يضرونك يدعون عليك نعم. لا تجي حاجه الا انت لا 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 ما حد بقول لك حاجه لا 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 انا اتكلم لا تجي لا تجي لا تجي شيء الا وانت قده تعرف اللعبه تعرف الصوله ما تسمع من الاربيز وما تدري ايش تقول لا لا. ستة اوجو وهي ستة اوجو ايه. بعدين تقول ستة اضلاع والمكعب ما يجي الا ثمانية اضلاع يعني تعال انت مركز عشان تعرف اللعبه عشان يكون عندك حجه مرجان ما بدك تسمع كلام وتقول كذا واضح انك ما تقدر تسوي شيء يا مرجان ترى نحبك وعزك وخليك بس لا تحط نفسك بموقف محرج شوف شوف غازي انت دائما تجيني متنرفز زعلان من المطبخ تحط زعلك في السجن هذا مو ذنبي صلع لعبك طيب زي طيب الناس طيب وخذ طيب رصيدك طيب انا وبعدين تقوم تقول لي تحط اللي في حجه الظلمية طيب ما مظلومية هي مين مظلومية انا جبتها صح طيب في مشاهد يتابع في وقت اسمع انا اخوك انت اسمع عندي خلاص اسمع 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 انا لو اشرح لك اللعبة وش مني فايدة اجي السجن اسمع مرجان وانا اخوك اسمع اقعد في بيتي انت ما تبي الكلام الصحيح مرجان ليش اجي مرجان صل على النبي مرجان ترى والله هي محاولتي انك مخطئ هي محاولتي ورب الكعبه المحاوله الصحيحه تشمل الاثنين جابها خطا عندك ما في مشكله جبتها صح بديت اللعبه قال حط الكور كلها ما في مشكله ما قال لي الكلام ذا كله تعدل المشكله دي قال سوي شكل حط الكور كلها فانا جبتها صح وهو انا قلت ابغى مكعب خلاص جبتها صح طيب والان عطنا الرصيد وانا مكعب ستة عطنا الرصيد كيف تجيب مكعب وانا ستة اضلع انا اضلع كيف تجي ستة وبعد الوقت صلحتوها زي المركه كيف يجي لي ستة اضلع يجي لي ثمان ما يجي لي ست
وكيف يجيك ثواني؟ يا ستة أرجاء ثمانية ضلع مرجع أعوذ بالله منك يا الحين عدلتها يعني الحين تعدلت أنا ما أبي أتنرفز لا لا ما عدلتها فهو أنا أخوك صل على النبي أعوذ بالله منك يا إبليس أعوذ بالله والله إني ما أبي أتضايق والله مروق أنا والله الحمد لله رايق من هو اللي موجود وراضي ضمير والحمد لله اللهم لك الحمد دوم إن شاء الله الحمد لله أعطنا الرصيد والله لو بيدي بعطيك ما هو بيدك مو بيدي الوقت الوقت عندي انتهى وأنا أمشي بالتايمة مني معك في الأربيز يعطيك العافية تبغى شيء هذا خلص صالفة الحين عارف مسؤول مكعب لا ما سووا لي الأخيرة 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 بعد ما انتهى الوقت كيف انتهى الوقت انتهى الوقت هذا هو المكعب الصحيح اللي سووه بعد ما قلت لي شيء بس لا شوف ما قلت لي مكعب من أربع مربعات اه من أربع جهات قلت لي مكعب بزوايا يا عبد الله انا ترى اجيبها لك بكذا شكل لو اشرح اللعبه مرجان شوف لو اشرح اللعبه انت مش مني فايده انت بتفوز نهايه مرجان لا لا مرجان بقول لك حاجه نهايه الكلام انت تدري انك مخطي تدري انك غلطان لكن الله يسامحك وبيحك طيب دعوه الله يسامحك مرجان اصبر نصفه كم الله يسامحك اذا قد طالبني الله يسامحك غازي يعطيك العافيه اقول لك بيعطيك اياها الحين الله يسامحك والله يسامحك انا ما اظلم احد كملهم صل انا بوقف انا تعال اصبر غازي والله ما بمشي والله والله انت وقت مالي قدر والله مالي قدر والله قاعد اخذ وقت مالي قدر لك قدر وكلكم لكم قدر وعلى عين والراس صل على النبي بس هذا نظام وبتغير يا عبد الله افهم انا لو اجي اشرح لك اللعبه خلاص تفوز وش مني فايده اجي من بيتي وادي لك فقره واقيمك واعطيك الدرجه ولا ما اعطيك صل على النبي صح ولا لا صل على النبي اللهم صل عليه الدعوه بسيطه الحمد لله وفي بس غازي دائما يجيني بنرفز ما عليه ابد وجهي نرفزته عندي في السجن ابد في وجهي الله في الله في الله في ابد في وجهي الله في الله في خلاص خلاص بالله قبل الله في انا كلم الله فيه يا رجال الله كريم يعني كذا بتظلموني الله موجود يا عبد الله الله موجود الله كريم الله فيه